والله إن الواحد كان شاف سكران يشوف نفسه يا زول اعوذ بالله من السكارة. مره نصحنا واحد في الحفله، والله زول ادبنا ادب نعمل عرفنا حاجه، انا معي واحد قال لي اسمع زول سكران ده زول كبير نقدم له نصيحه، انا ببدا الايه وبلخبطها وانت خش في النصيحه. قام هو راكب قدامنا طوالي قال لي يا اخي ان ربنا مش قال انما الخمر والانصاب وقام قال لي كده، كان هو زاد زول قدام قال لي لا يا ما يا ابني لا يا ابني لا يا ما بيقرأ كده. الخمره دي قال لي نزلت فيها ثلاث ايات. الايه الاولى انما الخمر والميسر يسالونك عن الخمر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. قال لي الناس بيشربوا ساي، دي الايه الاولى. لحد ما ولا تقربوا الصلاه وانتم شنو؟ قال لها في ناس بيجوا يسكروا بعد العشاء. ده هو ذاته بيعلم فينا قاعد قدام. قال لي لحد ما قال عمر بن الخطاب اللهم حدا شافيا فاصلا في الخمر، اما حلال فنشربها واما حرام شنو فننتهي عنه. قال لحد ما جاءت ينتهون، قال ناس عمر بن الخطاب وناس منو والصحابه والناس التمام تمام قالوا انتهينا، لكن ناس نحن لسه. قام اخونا ذاك زعل منه قال لي يا زول مدمن الخمر كعابد وثن وتموت يوم القيامة. قال لي لا يا ابني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلت له يا زول هو يا زول ده والله يا خير بكم مشان اللي قدام نحن ذاتنا يمكن نسكر، أخليه زول ده فيكم ده سكر ذاته بعلم مش ساكر. فإنت بتشوف نفسك فاهم. فقام واحد صحابي قال لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تعينوا عليه الشيطان انه ليحب الله ورسوله. شهاده من الرسول عليه الصلاه والسلام. الجلد ده الحد لكن ما تدخل خشمك.